نعم، عنوان هذه المحاضرة رسالة إلى المغنين والمغنيات، ودفعني لقول هذه الرسالة ثلاثة أسباب. السبب الأول ما أخذ الله على أهل العلم أن يبين الحق وأن يوضحوا للناس ما اختلفوا فيه وأن يقيموا على كل مسألة دليلا. لذلك كان لزاما علي وعلى كل داعية وعلى كل طالب علم أن يبين الحق لأهل الحق ولمن يقبل الحق ولمن لم يعرف الحق، ولا تأخذه في الله لومة لائم. الدافع الثاني رحمة وشفقة بمن وقع في براثن الغنى ومن ضيع عمره في هذا اللهو. الكتاب والسنة فقد نطق بتحريم الغناء، واستفزز والخطاب للشيطان، أي استفزز اللاغين اللاهين بصوتك الذي هو الطرب والغناء وما صاحبه من موسيقى، تحركهم إلى المعصية ودمرهم على الفاحشة. قضوا حياتهم لذة وطربا واتخذوا دينهم لعبا ولهوا. مزامير الشيطان أحب إليهم من استماع سور القرآن. لمع إلى الأغاني حرام ومنكر، ومن أسباب مرض القلوب وقسوتها وصدها عن ذكر الله وعن الصلاة. أسأل الله أن يوفق ولاة الأمر على تبصير هؤلاء إلى الطريق المستقيم وتبصيرهم إلى الدعوة وإلى التحاكم إلى هذه الكلمة التي رفعت على العلم الأخضر، لا إله إلا الله محمد رسول الله. بتقديم اعتذار عن فترة الصحوة الماضية، هل تقول نعم نحن أخطأنا في حقكم وأنا أعتذر وتطلب الصفح من المجتمع السعودي لما حدث من تجربة في الصحوة الماضية؟ هذه هي يعني زبدة الكلام في هذا الكلام. نعم، وصلت الرسالة. شوف أنا بشر ولست نبي، أريد كلام واضح يا شيخ. كلام واضح، أنا باسم الصحوة أعتذر للمجتمع السعودي عن الأخطاء التشديد أو التي خالفت الكتاب والسنة وخالفت سماحة الإسلام وخالفت الدين المعتدل الوسطي الرحمة للعالمين. وأنا الآن مع الإسلام المعتدل المنفتح على العالم الوسطي الذي نادى به سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.